السلام عليكم. اليوم راح نشرح ملخص للمحاضرة السابعة اللي نزلناها بالكلاس روم. هذه المحاضرة تتضمن إعازات الإدخال داخل الماتلاب. اليوم راح ناخذ إعازات الإدخال، المحاضرة الجاية إن شاء الله راح ناخذ إعازات الإخراج بالماتلاب، حتى نسمح لليوزر إنه يدخل قيمة للماتلاب. راح نستخدم دالة اسمها الإنبوت، مثل ما عندنا السي إن بالسي بلس بلس تسمح لليوزر هو يدخل. بالماتلاب ما نقدر نستخدم السي ان، راح نستخدم دالة اسمها الانبوت. هذه الدالة تكتب بهذه الصيغة: اول شيء نخلي متغير نخزن به قيمة الناتج او قيمة المتغير اللي راح يدخل، نخزن به القيمة اللي تدخل. فرضا راح نسميه اي، اخلي اشارة اليساوي، بعدين اكتب اسم الدالة اللي هي انبوت، بعدين افتح قوسين، داخل القوسين اخلي كوتيشنات اثنين. داخل الكوتيشنات أقدر أكتب أي عبارة توضيحية أو أبقيها فارغة ما تأثر. بهاي الحالة إحنا راح ندخل قيم رقمية انتجر أو دبل للماتلاب. خلي ننفذ ونشوف. أول شيء راح أعرف متغير أخلي بيه ناتج، فرضا راح أسميه أي، يساوي أكتب اسم الدالة، أكتب input، أفتح قوسين، داخل القوسين أخلي كوتيشنات اثنين. داخل الكوتيشنات قلنا أقدر أخلي عبارة توضيحية أو أعوفها فارغة، مثلا راح أقول له enter num، هذه عبارة من عندنا، تقدر أنت تكتب أي عبارة تريد. خلي ننفذ البرنامج. لاحظ أنه أنا كتبت البرنامج داخل السكريبت، التنفيذ مات البرنامج راح يكون بالكوماند ويندو، يعني الكوماند ويندو صارت مثل الشاشة السوداء اللي بالسي بلس بلس اللي تدخلون من خلالها القيم. هسه بالكوماند ويندو طلعت لي الانتر نام اللي هي نفس العبارة اللي احنا كتبناها داخل الكوتيشنات بدالة الانبوت. هنا المفروض انه انا ادخل قيمة، فرضا راح ادخل 10، اضغط انتر، العشرة صارت بالاي، يعني الاي اخذ قيمة اللي هي 10. زين، بهالحالة هذا الاعاز سمح لي انه اني ادخل قيم رقمية. شلون ادخل أحرف أو نصوص بالماتلاب؟ حتدخل حروف كاركترز أو نصوص كاملة. نفس الإعاز استخدم نفس الإعاز لكن أكتبه بصيغة ثانية. احنا هنا منطين أمثلة على عملية الإدخال. حتى أدخل حروف للماتلاب بدل أرقام لازم أضيف شغلة للإعاز. نفس الشيء، أنطي متغير يساوي كلمة input اسم الدالة، أفتح قوسين، داخل القوسين أخلي كوتيشنات اثنين، هاي الكوتيشنات أكتب بها عبارة توضيحية مثل هاي، بس لازم أخلي فارزة كوتيشنات ثانية بها حرف الأس. حرف الأس هذا اختصار لكلمة سترينج، يعني حتى أسمح لليوزر إنه يدخل حروف بدل من أرقام. نفس الإعاز، فرضا راح أقول الـ P متغير يساوي اسم الدالة input، افتح قوسين، اول كوتيشنات اكتب بهن عبارة توضيحية اي شيء اريده. خلينا نقول دخل او انتر سترينج بدلا من ارقام. لازم اخلي بعدها فارزة، اخلي كوتيشنات اثنين، داخل هاي الكوتيشنات اخلي حرف الاس. حرف الاس يعني انه انا المتغير القيمة او القيمة اللي راح ادخلها هي عبارة عن سترينج وليس ارقام. خلي ننفذ. نفذ البرنامج راح يرجع ينفذ من البداية. أول شيء internum راح أنطيه 10 إنه يطلب مني أدخل قيم رقمية، بعدين enter ستر اللي هو الإعاز الثاني أو enter ستيرنج راح أدخل مثلا كلمة عبير. كلمة عبير انخزنت بالمتغير اللي هو بي، فصار عندنا أول إعاز أدخل بي أرقام أكتب الدالة بدون حرف الأس. إذا أريد أدخل حروف لازم أكتب حرف الأس بعد أول كوتيشنات، فارزة كوتيشنات اثنين بها حرف الأس. بهاي الحالة احنا راح ندخل القيمة اللي راح ندخلها احنا هي عبارة عن حروف نوعها كاركتر بدل ما يكون نوعها انتجر أو دبل. زين، إذا أريد أعرف نوع المتغير اللي أنا دخلته، يعني أنا أريد أعرف أنا دخلت دبل أو دخلت كاركتر، أكو دالة اسمها كلاس. كلاس يعني جاي معنى صنف أو نوع. كلاس افتح قوسين، داخل القوسين اخلي المتغير اللي خليت بيه الناتج، يعني انا هنا خليت العشرة بالاي وخليت كلمة عبير بالبي. راح انطيه اول شيء اللي هي الاي،
احنا كنا دخلنا بأول دالة قيمة رقمية، فالمفروض نوع البيانات تكون بيانات رقمية. كلاس اي، اضغط انتر، كتب لي دبل، معناته انه هاي العشرة هي عبارة عن متغير، انه الاي هي عبارة عن متغير نوع دبل. دبل يعني شيء رقمي او ارقام. اذا بدي اقول لك كلاس المتغير الثاني اللي هو البي، لما اضغط انتر راح يقول لي انه نوع المتغير هو كار، يعني كاركتر، يعني هذا حروف، ياخذ حروف ما ياخذ ارقام. زين، شنو الفرق انه انا اخليه، يعني هسه انا لو جيت نفذت نفس البرنامج، دخلت هنا 10، ولما طلب انه ادخل سترينج بدل ما ادخل عبير راح ادخل مثلا 20، اضغط انتر ما راح ينطيني خطأ، بس لاحظ انه 20 تخلت بين كوتيشنات 2، معناته انه هاي هي كاركتر. لو رجعت كتبت له كلاس البي، مع العلم انه دخلت لها 20، ما دخلت لها اي، ما دخلت لها عبير، كلاس البي رجع هم كتب لي كاركتر. زين، اذا جينا سوينا عملية رياضية، يعني احنا دخلنا 10 ب20، المفروض يكون الناتج 30، جيت جمعت حاصل جمع الاي زائد البي، المفروض يطلع 30، شو قد طلع هنا؟ طلع 60 ب58، يعني طلعت القيمة غلط حتى لو خزنتها بمتغير. يعني هو صح ده يجمع، لكن قيمة الجمع هي غلط. لو جينا غيرنا شوية بالبرنامج الأصلي، هنقول له اعتبرهم اثنينات أرقام، نم 2 ونم 1. خلينا نسوي هنا نفذ البرنامج، راح يطلب مني أدخل أول قيمة، راح أدخل له مثلا 5، صار الأي بها 5. أدخل القيمة الثانية راح تنخزن بالبي، لاحظ إنه القيمة رقمية، أنا ما خليت حرف الإس، يعني هذا البي هو عبارة عن دبل، قيمة رقمية وليس حروف أو سترينج. خلي أدخل مثلا 2، صار عندي 5 و2 هي قيمة الأي والبي. راح أجي أسوي عملية رياضية، راح أقول له السي تساوي الأي زائد البي، طلع لي 7، 5 زائد 2 7، يعني صارت عملية الجمع عملية صحيحة. لو جينا على البي غيرنا وضفنا حرف الأس، يعني إن القيمة اللي راح تدخل هي عبارة عن كاركتر وليس دبل. راح أجي أنفذ، راح يطلب مني أدخل الرقم الأول، راح أدخل 5، هدخل الرقم الثاني اللي راح يتخزن بالبي، إحنا قلنا هندخل أرقام مع إنه إحنا مخلين حرف الأس، راح أخلي 2، أدوس إنتر، 2 صارت بين كوتيشنات، يعني هي كاركتر مو دبل. هسه راح أقول له سي تساوي اي زائد بي، ايش قد طلعت القيمة؟ طلعت 55، يعني هذا راح ياخذ القيمة الرقمية للحرف وما راح يطلع ناتج الجمع صحيح، او هو ناتج عملية رياضية. حتى نحل هاي المشكلة عندنا دالتين للتحويل، احول من الرقم الى الحرف ومن الحرف الى الرقم. عندكم هنا مجموعة من الامثلة، حاولوا تنفذوها كلها حتى تفتهمون الدوالة بشكل صحيح. راح ناخذ هذه الدالتين، احول من النص الى الرقم ومن الرقم الى النص. الداله الاولى str to num، يعني string to number، يعني التحويل النص الى رقم، string to number. الداله الثانيه هي num to str، يعني من الرقم الى string، number to string. شلون تشتغل هذه الدوال؟ لو اشتغلنا على نفس المثال، احنا قلنا انه البي دخلنا لها، اعتبرناها كاركتر لأنه احنا خلينا حرف الأس. راح نكمل هنا على البرنامج. إذا أريد أحول هذا البي، هو سترينج، أريد أحوله إلى رقم، راح أخزن بنفس المتغير، يعني بي جديدة تساوي حول إياها إلى رقم، يعني من السترينج، يعني بالأصل كانت سترينج، فمن السترينج تو نم، اسم الدالة str to num، يعني حول من السترنج إلى الرقم. أفتح قوسين، هنريد نحول من السترنج إلى الرقم، فالمفروض بين القوسين هو المتغير اللي كان سترنج، اللي كان سترنج هو البي.
يعني حول لي هذا البي من السترينج إلى رقم. خلي ننفذ هسه، راح ندخل له 5، البي راح ندخل له 2. هسه من أقول له سي تساوي أي زائد بي، راح تطلع القيمة 7 صحيح، لأن احنا حولناه إلى رقم. زين، إذا نريد نحول الرقم إلى حرف، يعني هذا المتغير الأول الـ A هو عبارة عن دبل، يعني قيمة رقمية، شلون عرفنا؟ لأنه احنا أصلا اللي مدخلينه ما مخلين حرف الـ S ضمن الدالة، فما دام ما مخلين حرف الـ S فهو متغير دبل، أريد أحوله إلى سترينج. حتى أحول الـ A إلى سترينج راح أخزن بنفس المتغير أو أستخدم متغير ثاني، مو مشكلة. هنقول الـ A تساوي، أريد أحوله من الرقم إلى السترينج، فمعناته من النم اسم الدالة number أو num to str، من النمبر إلى السترينج. أفتح قوسين، داخل القوسين أخلي المتغير اللي كانت فيه قيمة رقمية، المتغير القديم اللي هو A. نقدر هنا نستخدم نفس اسم المتغير أو نغير. أقدر أقول الـ A1 تساوي num to str، أنطي الـ A اللي هي قيمة رقمية قديمة، والبي أقدر أقول هنا B1 حول لي من السترينج إلى رقم. لو جينا نفذنا انتر نوم، راح أدخل مثلا 2، راح أدخل للبي مثلا 5. فهنا لاحظ إنه الاثنين إحنا حولناها من قيمة رقمية كانت أي واحد، هنا الأي من دخلناها هي 2، من حولناها اي 1 صارت 2 بين كوتيشن، يعني تحولت من رقم الى سترنج. والبي الاصليه احنا مدخليها بها حرف الاس، يعني هي قيمه اصلا سترنج، وحولناها بعدين بالبي 1 الى رقم. فالبي من دخلناها هي محطوطه بين كوتيشنات 2، يعني هي سترنج، لما تحولت بي 1 صارت قيمه رقميه اعتياديه. لو جينا جربنا كلاس، اريد نوع المتغير اي، راح يقول لي نوع المتغير وعباره عن دبل، بينما كلاس نوع المتغير A1 راح يقول لي كار، فهو تحول من الدبل إلى كاركتر. نوع المتغير B بالأصل إحنا مخليه لحرف الأس، معناته هو كاركتر، فيطبع لي كاركتر. بينما لو قلت له نوع المتغير B1 اللي حولنا من السترينج إلى نمبر، راح يطبع لي دبل. فبالحالة هذه الدوال اللي هي دالة التحويل من الرقم إلى الحرف وبالعكس. احنا منطقكم احنا هومورك، سووا هذه مثال أمثلة حاولوا تحلوها. منطي هذا المثال الـ A تساوي input enter name quotation S، مدام خلينا quotation S معناته انه راح ندخل احنا حروف، هنا يطلب يدخل اسم، فراح الـ A يخزن بها سترنج، اسم طالب، اسم موظف، أي شيء. الـ B input بدون حرف الـ S، فالمفروض الـ B هي قيمة دبل أو قيمة رقمية، فصار الـ A قيمة حروف والـ B هي عبارة عن أرقام. دخل الـ age أو العمر، اثنيناتها هاي الـ A والـ B خزنها بفكتر أو مصفوفة من بعد واحد. احنا ماخذين مصفوفات اللي هي سواء كان ماتريكس أو فكتر، لازم تكون العناصر اللي داخل الفكتر نوع واحد، يا كلها سترينج يا كلها كاركتر، ما أقدر أخلي كاركتر وسترينج بنفس المصفوفة، فأني إما أحول الـ A إلى نمبر وإما أحول الـ B إلى سترينج. هنا اخترنا نحول الـ B إلى سترينج حتى تكون نفس نوع الـ A، فهنا اسم الفكتر STD يساوي الـ A اللي هو المتغير سترينج، فلازم أحول الـ B إلى سترينج، فاستخدمنا دالة num to str، يعني حول لي هاي القيمة الـ B من نمبر إلى سترينج حتى أقدر أخزنها في فيكتر اللي هو STD. هنا منطيكم أمثلة حلوها، بس نشرح لكم الهومورك. الهومورك هنا تكتبون برنامج أو الكودات بالماتلاب بالسكريبت، تدخل بيها اسم وعمر، عنوان، اسم الكلية، اسم القسم، والمرحلة. هذه كلها تستخدم بيها دالة الإدخال هي الانبوت، لكن لازم تعرف ياهو اللي تخلي لها حرف الاس وياهو اللي ما تخلي لها. بعدين بين نوع كل مدخل، يعني لازم اعرف نوع النيم شنو،
نوع الايج شنو، يعني هاي المتغيرات اللي انت دخلتها المفروض اعرف النوع مالتها، واحنا قلنا الكلاس هي اسم الداله اللي تطلع لي النوع. بعد ما تدخل المعلومات هاي وتطلع الانواع مالتها، جمع لي كل هاي المعلومات بمصفوفه واحده، سمي هاي المصفوفه او الفكتور من بعد واحد سميه STD. حاولوا تحلون هذا الهومورك وتخزنوه على ملف TXT وترفعونه على الكلاس روم، وبالتوفيق ان شاء الله.